انطلقت اليوم فعاليات منتدى السياحة الإفريقية بمدينة شرم الشيخ. يهدف المنتدى للخروج بتوصيات ملموسة لتعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول الإفريقية وجذب الاستثمارات الأجنبية لضمان استدامة قطاع السياحة في إفريقيا. كلفت لحضور هذا المؤتمر لما له من جدوى اقتصادية مهمة. طبعا الهيئة العامة للاستثمار بتبذل كل الجهد لتيسير إجراءات المستثمر وحصوله على التراخيص والموافقات، وبالإضافة إلى دعمه وتوفير الحوافز المناسبة للقطاعات. النهاردة هيئة الاستثمار بتستهدف قطاعات بعينها على يعني رأسهم قطاع السياحة، لأنه قطاع مهم جدا وهو قطاع عائده سريع. طبعا بالإضافة للقطاعات الأخرى زي ما بنستهدف قطاعات صناعية قطاعات زراعية، ولكن قطاع السياحة له أهمية خاصة في توجيهات القيادة السياسية إن إحنا نصل ل 30 مليون سائح في خلال الفترة القادمة لغاية سنة 2028. المنتدى طبعا ده بداية إن هو عندنا أول حاجة بداية معرض يبقى موجود في مصر، أو كان كل الكلام اللي إحنا ياما قلنا عليه ونادينا بيه من زمان. طبعا حاجة ممتازة جدا إن إحنا نجيب التجمع الهائل ده من مجموعة الناس اللي سواء الأسواق كلها اللي شغالة على مصر، ده كان حدث مهم جدا وكنواة لبداية معرض. طبعا حاجة ممتازة جدا، قابلنا ناس كتير، في ناس نعرفهم، في ناس أول مرة نشوفهم. في كمان الانطباع بالنسبة لي أنا أهم حاجة عندي إن الناس انبهرت إن إحنا مصر عندها الإمكانيات دي، لأن الناس طبعا أول مرة ترافل ايجنت أول مرة يخشوا القاعة الرئيسية بتاعت الدولة، يعني قاعة المؤتمرات. يعني تنظيم مؤتمر بالحجم ده وبالجودة دي وهو يكون المؤتمر الأول من نوعه على مدينة عالمية زي شرم الشيخ، ده بيلقي الضوء تاني على مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ اللي احنا كلنا مش محتاجين نعملها دعاية، لأن هي عندها من الدعاية والسمعة العالمية الكافية لجعلها من أعظم الديستنيشنز اللي على الكرة الأرضية. مبسوطين جدا ان احنا موجودين النهارده هنا في الانترناشنال اكزيبيشن، بيتعمل لاول مره. الحمد لله الترافيك قوي جدا، وال يعني نسبه الدول المشاركه هايله. هو طبعا السلوجن افريكان، لكن احنا مبسوطين جدا ان احنا قابلنا كتير جدا من الانترناشنال تور اوبريتور اوروبا وشرق اوروبا وغرب اوروبا، وده بيدي اوبورتيونيتيز كتير، وده بيزود الاورنس والمعرفه عن شرم الشيخ والريزورتس في مصر بالذات لكل دول العالم.